دراي ديكور 301 إحدى مواد عائلة دراي ديكور، وتستخدم لتكسية الواجهات الداخلية والخارجية ذات مقاومة ممتازة لأقصى العوامل الجوية وتعطي سطحاً ناعماً. طريقة التطبيق: يتم تجهيز السطح والتأكد من خلوه من أي أتربة أو زيوت أو شحوم، وذلك برش المياه أو دهان مادة الدراي سيل. يتم إضافة 6.5 لتر من المياه النقية في وعاء نظيف لمحتوى الشيكارة 25 كيلوغرام. يتم إضافة المادة على الماء تدريجياً. يتم خلط المادة مع الماء يدوياً أو آلياً، وذلك بإضافة المادة تدريجياً حتى يعطي قواماً متجانساً. يتم فرد مادة الدراي ديكور 301 باستخدام البروة. ثم تستخدم الفرطاسة لتعطي شكل التشطيب الناعم.